الحقيقة الفعالية النهاردة في إطار الاحتفال بعيد الحب، دي تكليف من سيادة الوزيرة نيفين الكيلاني وبقيادة الأستاذ الدكتور سامح صابر مدير مركز تنمية المواهب. احنا مقدمين كذا فصل النهاردة على مسرح الجمهورية. الولاد طبعا من مركز تنميه المواهب، اعمار مختلفه، من مرجعات مختلفه، بنحاول نوفق ما بين الفصول وبعضها علشان خاطر نطلع بالاعمال اللي بنطلعها على المسرح النهارده. طبعا احنا الموسيقى هي يعني تبقى دايما الكلام فيها يعني ضمني، فكان لازم نعمل الموسيقى المشهوره الخاصه بالحب، فبدانا بقلب مفتاحه، عملنا بعد كده ميدلي الكلثوميات، بعد كده عملنا قصة الحب الجميلة اللي كانت بين عادل إمام وشريهان في خلي بالك من عقلك، عملناها بحيث ان احنا الجزء الاول الحالم فيها معبر عن الثيم بتاع اليوم بتاعنا هو الفالنتينز داي، وعملنا في الاخر سهر الليالي كحاجة فريش ناس تغني معانا فيها. الحب بجد لو له تلخيص يتلخص بس بانه امان، لا فلوس تشتري قلبي يحبك ولا حتى جمال يخليه يدوم، يتقابلوا بدون اسباب فجأة، يتعيش طول عمرك دايما محروم. في ناس بتحب الشكل العام وما يبصوش ايه المضمون، اختار اللي يحب عيوبك، ما يهونش عليه سيبك زعلان، علشان اللي يحبك من القلب عمرك ما في يوم على قلبك. احنا اول مره نقدم في المركز يعني الكوكتيل او التنويعه ديت في مناسبه عيد الحب، كان قبل كده كان بيبقى يعني فصل واحد بيقدم الاحتفاليه، فالنهارده اللي احنا بنقدمه جديد ان احنا قدمنا اكتر من فصل باكتر من ذوق عشان نرضي جميع الاذواق، والدنيا لذيذه وجميله والناس مبسوطه جدا. العيد دوت مش بس عيد علشان الاحب يحبوا بعض، لا، علشان الحب ينتشر في كل حته في الدنيا، يعني حب الاهل وحب الاصحاب وحب الاصدقاء وحب الابناء وحب الازواج وحب الزوجات وحب ربنا في الاول والاخر طبعا. فهو يوم كده كتذكيره بس ما تنساش الحب يعني. فانتهزت الفرصه واني دي السنه الاولى ان احنا بنعمل فصل لطيف جدا للبرس اللي هو النحاس، الالات النحاسيه في دار الاوبرا المصريه، وجمعنا الحمد لله اكتر من 8 عازفين. احنا لسه ما بقناش كتير، احنا لسه ده اول شهر بالنسبه لنا، بس الحمد لله يعني استحسان الجمهور كان مأدي الغرض وزياده، وحسسني اني الحمد لله انا النهارده احتفلت بيهم وبحبي ليهم قبل ما احتفل بنجاح الفصل لآلة الترومبت في مركز تنمية المواهب دار الأوبرا المصرية. طبعا بجد يعني الجمهور كان يعني رد فعله حلو قوي بجد، يعني بجد كان حلو ومش متوقع كده، واحنا فعلا جينا عملنا كذا بروفا كذا مره. النهارده بقى هنحتفل بكل عيد الحب وكل الحاجات الجميله احتفالا باليوم بقى بالفالنتاين وكده. ان شاء الله هنعزف لكم اغاني بمناسبه الفالنتاينز وان شاء الله تنبسطوا. اتدربنا على سوي واتدربنا على كومبارسيتا، طبعا الجمهور يعرفها يعني حاجه مشهوره لينا، وسوليميو واسبانا كاني و In the Hall of the Mountain King و Apache. عزفنا قلبي مفتاحه وأغنية أم كلثوم وقضية عم أحمد وسهر الليالي. غير متوقع طبعا طبعا، غير متوقع يعني، لانهم انبسطوا قوي قوي الحمد لله، وده يعني اكيد يبسطنا احنا. انا صراحه بركز على عزفي انا بس يعني، لكن برضو كلنا مع فرقه بيكون صوتنا تحفه. انا كنت بحب الترومبت من وانا صغير وكنت بحب صوتها جدا لان هي اصلا اله جاز، فانا بحب الجاز جدا، فانا قلت ان انا لازم اتعلمها بشكل اكاديمي اكتر، وان انا لازم اخد دروس مخصوص،
فطبعا جالي دكتور محمد حلمي طبعا اداني كل الدروس دي وعملت 4 حفلات ودي رابع حفله ليا. مش قد الحب يا قلبي ولا قد حكايته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة انا قلت لك 100 مرة انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة.